اليوم كما شفتوا كانت مقرر واحد الوقفه سلميه بالباو ديال الكليه، ولكن تم المنع ديالها. صراحه انا تفاجئنا بهذا المنع بكون ان الوقفه كما قلت لكم سلميه، كيكون فيها بعض الشعارات. كنحاولوا من خلال هذه الوقفات ان نبينوا ان القضيه ديالنا مازال ما تنساتش، وان المشكل ديالنا مازال قائما، ونوضحوا نحاولوا من خلال هذه التصريحات هذو اللي من المنبر ديالكم نوضحوا للراي العام المشكل ديالنا. صراحة حنايا كنتفاجئوا زعما بهذه البرمجة ديال الامتحانات، وان الطلبة هادو مقبلين على مقاطعة واحد الامتحانات بكل حرقة على 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 لا فورماسيون ميديكال وعلى التكوين الطبي اللي حنايا خرجنا باش اننا ندعموه ونقويوه، في حين انه هاد القرارات اللي كتعبت بالمستقبل ديال الطلبة، في حين انه كما قلت لك كنخرج واحد القرار ديال 2022 تقليل سنوات الطب، بغى يطبق بواحد الهيكله ديال 5+1 غير على الدفعات الخمس، في حين او بغلاف زمني جد ضعيف، في حين ان الدفعات الجديده غتقرب واحد الهيكله جديده اللي كتحافظ على السنتين من التدريب الاستشفائيه، وهذا الشيء اللي تحرموا منه الدفعات الخمس الحاليه. وحنا كنطالبوا بالانصاف ديال الدفعات الخمس من خلال زعما الابقاء على السنه السابعه لهذ الدفعات هذه، كما قلت لك لانها ما استفادتش من الغلاف الزمني التي تستحقه، واللي زعما الذي يضمن جوده التكوين واضحه. وهنايا صراحه كنستغربوا زعما عاوتاني كيفاش هذه البرمجه ديال الامتحانات والمساواه مع الامتحانات، دوز الامتحانات الخريفيه ونعطيك دوره استثنائيه، عاد زيد عليها الفقره ديال الموقوفين، الموقوفين ما كاينش زعما قرارات واضحه اداريه واضحه اللي كتلغي هذه التوقيفات هذو. هنايا كنستغربوا الامر، ما يمكنش انه طلب يبقى رهائن للتوقيفات. السماح باجتياز الامتحان لا يعني الغاء التوقيف، هاد الشيء هادي زعما راه واضحه عن الطلبه. حنا كنطالبوا بالغاء التوقيفات، قرارات اداريه صادره عن مجالس الكليه اللي بتت في القرار الاولاني، هي اللي خرجت القرار هي اللي خصها تلغي. زعما راه ما زعما السماح ببت زعما السماح بجهاز امتحانات ماشي ما لا يعني الغاؤها. وثالثا زعما كنتمنوا ان العقول الرشيده في هاد البلاد انها تدخل ونحلوا المشكل زعما ونعتقوا السنه الجامعيه، لان الطلبه هادو كاملين خرجوا للاضراب وهما مكرهين، كما قلت لك ان المستقبل ديالهم فيه الضبابيه، والضبابيه اللي خلاتنا كنعيشوا واحد الازمه منذ سنه 2022 ملي خرج قرار التقليص. وثالث حاجه زعما الطلبه بزاف، العديد من الطلبه والعديد من الامهات والاباء زعما كيطالبوا زعما اننا نجدوا جلاله الملك لانصاف الدفعات الخمس، لاننا زعما صراحه كنشوفوا انه ما كاينش تحمل المسؤوليه ديال 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 الغلط. الا غلط الانسان زعما راه هذا القرار هذا راه واضح الغلط فيه، ملي تراجعتي وخرجتي قرار جديد اذا القرار السابق راه كان فيه غلط، لانه ما حافظش على سنتين من التدريب الاستشفائيه. اليوم حنايا كنجتمعوا كطلبه الطب والصيدله امام الكليه، ماشي صراحه امام الكليه، امام الباركينج ديال الكليه، لانه تم منعنا من ولوج للكليه وممارسه حقنا الدستوري في الاحتجاج وفي التظاهر، اضافه الى انه تم منعنا حتى من اننا نوقفوا قدام الكليه، وهذا ان دل على شيء كيدل على التطويق الامني اللي ولات كتعرفوا الجامعه العموميه على العسكره الكليات اللي ولات حاجه عاديه وحاجه غير السلام السلام، غنعيطوا للبوليس وليتي غير تكون دايز حدا لافاك كتلقى البوليس تابعينك. زعما الطريقه باش كيتعاملوا ولا مع الطلبه لا مع الممثلين طريقه ملاحقة مجرمين فارين من العدالة، وهذا الشيء ماشي هكا خصنا نتعاملوا مع النخبة ديال هذه البلاد، ماشي هكا خصنا نتعاملوا مع نخبة اللي كان الهدف الأسمى ديالها واضح جدا هو النهوض بالعرض الصحي، النهوض بالقطاع الصحي، وكذلك أنها توفر جميع المواطنين المغاربة حقهم في العلاج في التشافي وبزاف ديال الحوايج، لأنه أترافيغ أننا نصونوا الجودة ديال التكوين ديالنا هكا كنقدموا للمواطن المغربي خدمات في المستوى، وحنا زعما هذا هو كان الهدف الأسمى والأوحد ديالنا بغض النظر على ما يتم الترويج له. اذا هذا الشيء من ناحيه، من ناحيه اخرى كنبغي نعاود نسطر على ان طلبه الصيدله يتم التعامل معهم بواحد الاستحقار، بواحد التهميش، بواحد اللاجديه، وبواحد العبثيه غريبه جدا. لماذا؟ لانه كيقولوا بلي جميع النقاط هي محلحله من غير نقطه مده التكوين، لكن كنشوفوا بلي ما كاينش اجتماع خاص مع شعبه الصيدله، لم يتم احترام قبول شعبه الصيدله للمقترح الحكومي في شموليته مع ضروره اجراء بعض التوضيحات على مجموعه من النقاط اللي يجب تحسينها، واللي الا قدرنا ننزلوا لطاولات الحوار كنا غناقشوها وغنتوصلوا لحل اللي يرضي جميع الاطراف. كذلك تضمين هادشي، من غير تضمين هادشي في معدل اتفاق كاين رفع العقوبات ديال العقوبات الزجريه في حق الممثلين، اضافه الى حل الهيئات والاطارات التمثيليه التي هي مكفوله بالقانون بالماده 72 من القانون اللي كينظم التعليم العالي، واخيرا اعاده برمجه الدورتين. وهادشي كنشوفوا دابا بلي ما كيديروا حتى شي حل ملموس، مجرد حلول ترقيعيه، قرارات ارتجاليه، دخل دوز الى دوزتي نعطيوك دوره اخرى، ما دوزتيش وما عرفت دوزتي يكون خير. ما شنو هاد العبثيه هادي في اتخاذ القرارات؟ لا يجب على مسؤولين اللي كيهتموا بقطاع على قدو قطاع حيوي في هاد البلاد انهم يديروا بحال هكا،
ومن هذا المنبر مره اخرى نطالب زعما بانه شعبه الصيدله يتم الالتفات للمشكل ديالها ويتم حله بعيدا، لانه صحيح اننا في الشق الميداني كنكونوا دائما مع طلبه الطب، كيكونوا طلبه الطب والصيدله، لكن الحوار ديالنا بما ان النقاط ديالنا محلحله كنفضلوا انه يكون بوحدنا، وهذا الشيء عبرنا عليه من 16 فبراير وحنا مازال كنعبروا عليه وعبرنا عليه مع جميع الوسطات البرلمانيه، لكن لم يتم الالتفاف. اضافه الى ان النقط المشتركه بين الشعبتين راه تقريبا تمت الاجابه على بعض النقط منها، اذا ما كاينش لا شعبه الصيدله تبقى مجروره بحال هكا، والف مواطن مغربي يعني كنشوفوا الطلبه وعائلاتهم وامهاتهم وابائهم كلهم كيعانيوا. لماذا ما عرفناش علاش؟ واش ما كيديوهاش في المواطن المغربي لهالدرجه؟ زعما ما عرفناش. حنا اليوم كنكونوا كملنا اكثر من 8 شهور تمشهور حنا في الاضراب، تمشهور حنا محرومين من الدراسات ديالنا، تمشهور وحنا كنطالبوا بواحد الملف اللي ماشي يعني ملف اللي هو سهل، يعني الملف اللي هو جد جد بسيط، اللي كنقولوا واحد المطالب اللي هما خبزيه بالدارجه، مطالب اللي ماشي هي تعجيزيه، مطالب اللي ما خصهاش هاد لاشارنومون، مطالب ما خصهاش هاد التعنت وهاد التعامل بهاد نقولوا بهاد الحقد، لان كيفاش كتخلي واحد الطالب اللي هو ديال الطب والصيدله اللي باغي يقرا باغي يخدم هاد البلاد كتخليه تمشهر هو معلق؟ هو دائما كنحاولوا نكونوا مفتوحين في الحوارات، مفتوحين، ولكن مالوغوزمون الوساطه الحكوميه فشلات، الوساطه الوزاريه فشلات، وهذا الشيء سي مالوغو. اليوم غنوجه واحد الرساله للسي الوزير اللي شفنا اليوم خارج في المنابر الاعلاميه كيسولوا على طلب الطب وعلى المشكل ديالهم، وكيقول لهم حتى من بعد اشنو كتسنى السي الوزير؟ احنا كملنا تمشهور حشومه وعيب العار تخليوا الطلبه اللي هما ابناء الشعب كيعانيوا على علاش؟ حيت بغاو يقراو، راه هادشي ما كاين حتى شي بلاد، علاش هاد التعنت على 6 سنين؟ إلا كنا هاد 6 سنين غتحلنا المشكل الهجرة فهي ما غتحلناش مشكل الهجرة، هاد 6 سنين غتزيد لنا في عدد الأطباء ما غاديش تزيد لنا في عدد الأطباء، يعني لماذا هاد التعنت؟ وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.